ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم كل ام عايزه تقي ابنها من الامراض النفسيه. انا عايزه ابني يطلع شخص سوي، او كنت بتعامل مع ابني بشكل مش كويس وعايزه ارجع العلاقه بيني وبينه. النهارده هنتكلم على ازاي نبني العلاقه مع اولادنا، يعني زي برنامج كده هنمشي عليه كل يوم. اول حاجة 20 دقيقة يوميا حوار مع الابناء باعتبارهم اصدقاء، بدون بقى نصايح ولا انت كنت عملت ولا انت في المدرسة عامل ايه ولا الكلام ده. هنتكلم مع اولادنا 20 دقيقة بالظبط، تلت ساعة بالظبط في اليوم، بدون نصايح ولا اي حاجة. دي اول حاجة. تاني حاجة، لازم اعبر عن مشاعر الود والحب اللي بين الاباء والابناء من 5 ل10 مرات يوميا. لازم اعبر عن مشاعر حب وود مع اولادي من 5 ل10 مرات يوميا. كمان امدح اولادي يوميا 5 مرات على سلوك ايجابي فعلوه، يعني حتى لو حاجة هايفة قد كده، مثلا ده حط الكوباية مكانها، شاطر، برافو انك بتحط الحاجة مكانها، مثلا خلع الجاكيت وعلقه على الشماعة، شاطر ان انت علقته. لازم امدح ابني على سلوك ايجابي عمله. كمان الخطوة اللي بعد كده، امدح اولادي يوميا 5 مرات على الشكل الخارجي، على لبسه، على ابتسامته، على شعره اللي هو متزبط شوية، على شكل عينه، على اي حاجة حلوة فيه. امدح ابني على المظهر الخارجي بتاعه، سواء عينه حلوة، شعره جميل، مصرحه كويس، لبسه حلو، لابس حاجة جديدة، حاجة جميلة كده، تمام. ده برضو يكون بشكل يومي وبشكل 5 مرات يوميا. كمان مرتين اسبوعيا هشارك ابني اي نشاط خارج البيت، حتى لو النشاط ده استغرق 5 دقايق، نتمشى مع بعض، ننزل السوبر ماركت نشتري حاجة، ناخد لفة بالعربية او ناخد لفة على رجلينا حوالين النادي او حوالين الشارع اللي احنا ساكنين فيه، او انزل لحد السوبر ماركت وهو معايا، تمام. يبقى شارك ابني نشاط خارج البيت حتى مرتين اسبوعيا، حتى لو النشاط ده مدته 5 دقايق بس. كمان هناخد 3 دقايق لتثبيت القيم قبل النوم. 3 دقايق كل يوم قبل ما ابني ينام اثبت القيم عنده، اقول له انت شاطر ان انت ساعدت جده انه ياخد الدواء، انت شاطر ان انت ساعدت اختك او اخوك الصغير، انت كويس ان انت يعني نفذت اللي انا طلبته منك ووفيت بالوعد اللي انت وعدتوني. لازم كل يوم قبل ما ينام 3 دقايق لايه؟ اثبت القيم او الحاجات المهمه اللي لازم تتثبت عند اولادنا، تمام. كمان مرتين اسبوعيا لازم ناكل مع بعض، نتعشى مع بعض، تمام، في البيت. وفي الوقت ده يكون وقت طويل نتكلم فيه ونقرب لبعض اكتر كاسره كلها مع بعض. يبقى مرتين اسبوعيا على الاقل. كتير جدا مننا ما بياكلوش، ما بيتغدوش مع بعض، ما بيفطروش مع بعض، بس حتى وقت العشاء ان شاء الله مرتين في الاسبوع نتعشى مع بعض، وفي الوقت ده يكون في حوار مطول جدا مع الايه، مع العائله، ووقت ايه، ووقت كبير. عدد دقائق يوميا كل اذان صاغيه وتنفذ على النحو التالي. عده دقائق يوميا بقى كل اذان صاغيه. طيب هنعمل ايه بقى في هننفذ ايه في كل اذان صاغيه؟ اول حاجه هقعد مع ابني في مكان هادي، اطلب منه انه يقول كل اللي هو عايزه من غير قيود ولا نقاش ولا رد عليه ولا قطعه ولا عقده، وبعد ما ال3 دقائق ينتهوا انتهت الجلسه على كده، تمام. يبقى 3 دقايق يوميا كل اذان صاغيه بقعد مع ابني، بسيبه يتكلم براحته من غير ما اقعد يعني امسك له على الوحده زي ما بيقولوا او اعلق على كل حاجه، وبعد ما ال3 دقايق يخلصوا خلاص خلصنا الجلسه، تمام. كمان عبر عن حبك لابنك من خلال السلوكيات اليوميه، 5 لمسات يوميا، المسه عند نهايه راس الابن كده، دي تعني الرأفه والرحمه، بطبطب على راسه من ورا كده او ايه، او احسس له على شعره كده، تمام. احط ايدي على راسه معناها ان انا فخور بيه، معناها الفخر. احط ايدي على جبينه للتهدئه، اعمله كده اهديه، تمام. احط ايدي امسك ايده عشان اقوي العلاقه والحب مع ايه، مع ابني، تمام. اذا كان غضبان او وجود مشاعر سلبيه امسح بايدي على صدره، اعمل له كده، لو عنده اي مشاعر سلبيه او اي حاجه متضايق منها اعمل له كده، تمام. الحاجات دي بتفرق كتير جدا مع اولادنا وبتقربنا اكتر لاولادنا، تمام.
كمان لازم ان انا ابوسه يوميا، تمام، في جبينه هنا كده، ده معناه الاستقبال، وهو جاي كده بستقبله. لما ابوسه في راسه معناه ان انا فخور بيه وبعتز بوجوده، تمام. لما ابوسه في خده معناها الشوق ان هو وحشني. لما ابوسه في ايدي بستقبله وبايه الاستقبال برضو والايه والشوق. واربع ضمات ان انا احتضنه متفرقة خلال اليوم، لازم احضنه طول اليوم حوالي اربع مرات. واحنا قدوتنا في العلاقات هو الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقات مع اولادنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة الزهراء كلما رآها، وقبل جبينها ويدها. ده الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو قدوتنا في العلاقات. فانت ليه بتتكسف تبوس ابنك او بنتك، تمام؟ وكان وكمان كان الرسول عليه السلام يضمها ليه وبيحتضنها، تمام. واحتضنها في بيته وفي مسجده وامام الصحابه، يعني ما بيتكسفش، ما تكسفش. فانت ليه مكسوف ان انت تبني علاقه مع ابنك؟ العلاقه مع ابنك عشان تصبح بين يديك، وعشان ابنك يصبح بين يديك محب ومطيع وخلوق وبر بيك، لازم انت تبني شخصيه ابنك. ابنك هيتبني شخصيته من خلال العلاقه القويه بينك وبينه، تمام. عشان كمان تتلاشى كل المدمرات والحاجات الوحشه اللي انت كنت بتعملها معاه، سواء زعيق او ان انت تزعق له او تصوت فيه او تضربه او الكلام ده كله، او عناده او عنفه او كل الكلام اللي كان وحش بينكم، المدمرات دي كلها تتلاشى وما تبقاش موجوده، تمام. وما يبقاش عنده اي امراض او اي حاجه وحشه. قول لابنك او بنتك شكرا انك موجود في حياتي، تمام. ده مهم جدا، ازاي نطلع اولادنا من غير امراض نفسيه ونبني علاقه معاهم. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.